راح نقول اليوم كيف الإنسان يعرف نفسه، أو كيف الإنسان يعرف حقيقة نفسه. الخبراء والمتفلسفين وبعض العلماء والكتاب يقول لك أنه أنت عشان تعرفين نفسك أو عشان تعرفين حقيقة نفسك لازم يكون عندك إدراك ذاتي، وأنه الإدراك هذا هو الطريقة الأساسية عشان تتعرفين على حقيقة نفسك. يقولون كمان أنه الإدراك الذاتي يتضمن التأمل، وكمان يتضمن أنه الإنسان يفكر في آراءه ويحللها ويأكد عليها. لكن ما هي اللي إحنا نبغى نتكلم عنها اليوم؟ إحنا نبغى نتكلم كذا ببساطة زي ما إحنا متعودين، ونحاول كذا يعني نفكفك الأمور شي زي يعني. تدرين إنه عنوان مثل كيف يعرف الإنسان نفسه إنه كلام كبير؟ والله العظيم كلام كبير، وما هو سهل وما هو بسيط إنه الإنسان يتكلم عنه. ترى المخلوق هذا اللي اسمه إنسان تراه عظيم إذا فعلا اكتشف نفسه. جئت من أين لا أدري، ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. واكتشاف النفس رحلة صعبة، ما هي رحلة عشوائية. عشان فعلا انت تكتشفين نفسك تطلعين من الكيان هذا، انه احنا نطلع من الكينونة هذه اللي احنا نقول انها انا، وارمي نفسي في الواقع، اشوف تعاملي مع الناس، تعاملي مع نفسي، اسأل نفسي لو طلعت من دائرة الامان اللي انا اعيش فيها كيف راح اكون، ايش راح اسوي، كيف راح اتصرف. ترى ما راح يكتشف نفسه اي انسان الا اذا رمى نفسه في الواقع. الحين نلاقي مثلا عندش بعض الشباب او حتى بعض البنات لما يسافر او يبتعث يلاقي انه تغير، يروح شخص ويجي شخص ثاني يقول لي ايش، يقول لي انا عرفت نفسي هناك، عرفت انا ايش ابغى، حددت اهدافي. تدري ليش؟ مو عشان اسافر، لكن الشخص لما يسافر احيانا ينحط فعلا في الواقع. شعور ان الواحد يطلع من عائله وبيت واهل واصدقاء وزملاء وجماعه واقارب، و يطلع مثلا يتعشى او يطلع يتمشى مع احد من اصحابه، او يسافر يوم يومين ثلاثه اربعه اسبوع، في الاخير يرجع بيته. لكن لما يروح ابتعاث او حتى لما يغترب يروح لعالم ثاني، يروح لحياه ثانيه، فتلاقين هذول اكثر ناس يتغيرون فعلا، لانهم عرفوا انفسهم، شافوها بوضوح، المواقف اللي صارت لهم، الصعوبات اللي خاضوها، المواقف اللي مرت عليهم. اكثر شيء يخلي الانسان يعرف نفسه او يحس انه اكتشافها لنفسه صار يعني واضح، ما عاد الرؤيه ضبابيه زي ما كانت من اول. لما يحتك الاحتكاك هذا، الاصطدام، سلسله التجارب تخلي الإنسان يكتشف نفسه. لو قلتي لي طيب أنا ما عندي المقدرة أني مثلا أسافر أو أتغرب أو مثلا أسوي تجارب أو مغامرات عشان فعلا أكتشف نفسي، أبغى أقول لك أنه أبسط شيء أنت ممكن تسوينه أنه أنت تجلسين مع الناس، سواء أهل أو أصحاب أو خوات أو أقارب، وتسألينهم سؤال واحد، تقولي لهم إيش الأشياء اللي تتمنون إنها تتغير فيني أو تتغير في شخصيتي. ممكن تنصدمين من الكلام اللي يقولون هالش، وممكن الناس اللي تحبش تقولش لا أبغاش زي ما أنتي، أبغاش تكونين أفضل بس زي ما أنتي، ما أبغاش تتغيرين. بس أهم جانب أنا ممكن أتكلم عنه اليوم، ويمكن هذا الجانب اللي أنا فعلا خطة في حياتي، إنه الإنسان ممكن يعرف نفسه بعد مرحلة صعبة أتعرض لها أيا كانت المرحلة هذه. يعني مثلا ممكن تكون طلاق، ممكن تكون خسارة، ممكن تكون صدمة، والصدمة هذه توديه إلى ما يسمى بالليلة المظلمة للروح. خلال الليلة المظلمة للروح هذه، اللي ما هي بليلة، ليالي، ليالي كثير، الإنسان في الفترة هذه يجلس مع نفسه يحاسبها، يقول لها أنا ليش هنا، ومن وين جيت، وإيش هو دوري، إيش قاعد أسوي، ليش صار اللي صار. ترى أغلب اللي يدخلون في الليلة المظلمة للروح هم الأشخاص اللي ينفصلون، أو مثلا أحيانا الأشخاص اللي يموت لهم عزيز، لأن ترى الانفصال هذا من أصعب 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 الأشياء اللي تمر على أحد في الحياة والله العظيم. لأن شوفي الانفصال أو الطلاق تراه مثل كأن أحد كذا جابش وقسمش نصين، أصلا اسمه انفصال، كأن أحد كذا شقش. فأنتي بعد الانفصال هذا تحاولين إنش تلملمين نفسك، تحاولين إنش تخيطين الانشقاق هذا، فتبدين تسألين نفسك وتقولين إيش هو دوري في الحياة، من أنا، وش أبغى، وليش قاعد يصير اللي يصير، وين أبغى أروح، وين اتجاهي، وين قبلتي، وأي طريق. وفي المرحلة هذه إذا الإنسان ما اتمسك برب العالمين احتمالية الضياع واردة 100%. معرفة النفس ما هي مستحيلة، لكنها صعبة صعبة صعبة، يعني ثمنها يكون غالي والله العظيم.